السلام عليكم، معكم مدحت عيد سفير شركة أدوبي. بدي أحكي الموضوع الآن عن شهادة الـ ACB. ليش أنا بدي أحصل على شهادة الـ ACB من أدوبي، وما هي المنافع اللي أنا ممكن إني أستفيد منها؟ كثير بتجي لي أسئلة، مدحت أنا لو أخذت هذه الشهادة شو بدها تضرني وشو بدها تنفعني؟ الموضوع أولاً كالآتي، لازم نعرف بأنه الشهادة عمرها ما بتصنع مصمم، كانت أي شهادة موجودة في العالم، فبالتالي مش معناته إنه أنا سيرتيفايد من أدوبي إذا أنا مصمم محترف ومبدع وكرييت وأنا بإمكاني أني أشتغل أفضل من غيري. لا، الموضوع مش كده نهائيا. الآن حصولي على شهادة الـ ACB الفائدة اللي بتيجي فيها الأكبر هي التجهيز، وأنا أجهز نفسي بإني أحصل على هذه الشهادة، فبدي أمر بدورة تحضيرية أو بدي أشتغل على نفسي وأقرأ مراجع كثيرة، فبالتالي لازم أفوت في عناصر كثيرة خاصة بموضوع التصميم أو بموضوع البرنامج كمثال الفوتوشوب أو الستريتر أو الانديزاين. عملية الدراسة والتحضير فعلا راح تخليني مصمم ناجح وقادر على قيادة أي مشروع تصميم بسوق العمل. فبالتالي الدورة التحضيرية راح تمروا فيها راح تعرض لكم شغلات بتجنن داخل برنامج أدوبي فوتوشوب أو الستريتر أو الديزاين، وكل تأكيد دورة لنفسها أو لحالها. الأهم من كده راح نحكي على مواضيع خاصة بموضوع العميل، بموضوع الخبايا والأسرار تبعت البرنامج، راح نحكي على موضوع الكوبي رايتينج، راح نحكي على البروجكت مانجمنت وإدارة المشروع، راح نحكي عن الفئات المستهدفة. فهذه الشغلات عند دراستها راح فعلا تخلق مني مصمم، وراح تفتح الأفاق لي بأنه يكون في إلي دور أكبر بسوق العمل.